بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال. ان شاء الله النهارده عندنا فقرات مهمه جدا، كمان عندنا اخبار الناشئين في الصحف في المواقع، وان شاء الله في الجزء الاخير من برنامج الاشبال هيكون ضيفي وضيفكم النهارده كابتن احمد السيد مدافع النادي الاهلي، وحديث طويل عن ذكرياته كمان في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لكن قبل ما نبتدي فقرات برنامج الاشبال، حابين من هنا من برنامج الاشبال نقول للكابتن احمد فتحي نجم النادي الاهلي كل سنه وانت طيب. احمد فتحي عيد ميلاده النهارده 35. ما شاء الله احمد فتحي رحله طويله ما زالت مستمره في الملاعب، رحله طويله من العطاء. احمد فتحي ما شاء الله على ادائه مع النادي الاهلي، كمان منتخبات مصر الناشئين والشباب والاولمبي، كمان المنتخب الاول. احمد فتحي ما شاء الله يعني شارك مع منتخب مصر في محافل دوليه كبيره، كاس عالم، اولمبياد، حقق بطولات كمان مع منتخب مصر الاول مع كابتن حسن شحاته، وكمان مع النادي الاهلي رحله كبيره جدا من البطولات. احمد فتحي نموذج لازم كل ولادنا داخل قطاعات الناشئين في مصر لازم يحتذوا باحمد فتحي، رحله من الاصرار والعزيمه والكفاح والاداء المشرف داخل الملعب. من هنا من برامج الاشبال بنقول للجوكر كل سنه وانت طيب. فتحي كان مدافع ومدافع قوي جدا، لكن دايما ليه اهداف مؤثره او اهداف حلوه دايما بتتعلق مع ذاكره الجمهور. طبعا ما حدش يقدر ينسى هدفه في نهائي كاس مصر امام النادي المصري، وكمان في نهائي الدوري امام طلائع الجيش، اهداف مؤثره ودايما زي ما اقول لحضراتكم دايما الناس بتفتكرها. احمد فتحي ايضا كمان مر بظروف صعبه وهو في الملاعب في رحله الاصابات، لكن دايما كان قوي وعنده اصرار وعزيمه انه دايما يرجع ويكون احسن من الاول. زي ما اقول لحضراتكم احمد فتحي نموذج كبير جدا من العطاء ما زال مستمر داخل الملاعب، فاتمنى ان ولادنا واشبالنا والناشئين كلهم في قطاعات الناشئين ياخدوا احمد فتحي نموذج.